بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو بدي أحكي عن الستاك. الستاك عبارة عن داتا ستراكشر، عبارة عن ميموري ممكن نعتبره، بحيث آخر إشي بخزنه بالستاك أول إشي بقدر أستخرجه من الستاك، بالعادة بيسموه last in first out. في عمليتين على الستاك، في عملية push وعملية pop. عملية البوش هي الفكرة اللي بنخزن داخل الستاك، عملية البوب ان نستخرج من الستاك. هلا بالعادة بالميموري بكون في عنا جزء خاص بالستاك، بالعادة بيستخدموا لغات البرمجة في عملية الفانكشن كول. لما يصير في فانكشن كول بيخزنوا بعض المعلومات داخل الستاك، اللوكال فاريبلز الخاصة بالفانكشنز برضو بتتخزن بالعادة بداخل الستاك. بس قبل ما نحكي عن الفانكشن كول، خلينا نشوف فكرة عمل الستاك وكيف ممكن نستدعي الستاك بداخل الاسمبلي. في عنا تو انستراكشنز داخل الاسمبلي، في عنا بوش وفي عنا بوب. فكرة البوش انه بده يخزن بداخل الستاك، ممكن اخزن قيمة موجودة داخل ريجستر، ممكن اخزن قيمة اوريدي فاليو بداخل الستاك. فمثلا هون بوش كيو ار بي اكس، فبدي اخزن القيمة الموجودة داخل ار بي اكس اللي هي 10، هيخزن لي اياها داخل الستاك. بعدها عملنا هون عملية بوش للرقم 20، فاذا رح يتخزن داخل الستاك عبارة عن الرقم 10، بعدها رح يجي الرقم 20 رح يتخزن داخل الستاك. بعدها عملنا عملية بوب، اخر قيمة خزناها داخل الستاك اللي هي الرقم 20 رح يعملها بوب، رح يشيلها من الستاك ويخزنها بداخل ال RCX. بعدها لما نعمل pop مرة تانية، القيمة العشرة اللي مخزنة داخل الستاك راح يشيلها من الستاك ويخزنها داخل الريجستر RCX. خلينا نتبع هذا البرنامج. في البداية next i من عمل run من الأول. اوكي اوكي نفذ الجملة move. هلأ بده يخزن القيمة الموجودة داخل ال rpx، حيخزنها داخل ال stack. اوكي نعمل next i. هلأ بده يخزن قيمة 20 داخل ال stack next i. قبل ما نعمل عملية pop خلينا نشوف القيم المخزنة داخل RCX وداخل RDX. info register RCX القيمة صفر و RDX برضو القيمة صفر. هلأ الجملة بدي ننفذها عبارة عن pop، بدي يستخرج من الستاك آخر قيمة عملناها بوش بالستاك، بدي يستخرجها ويخزنها داخل register RCX. بعد ما ننفذ هذه الجملة نشوف القيمة المخزنة داخل RCX عبارة عن الرقم 20. ال RDX لسه القيمة عبارة عن 0. هلا بننفذ الجملة اللي بعدها، نعمل next i، نشوف القيمة المخزنة داخل RDX صارت القيمة عبارة عن 10. فإذا الستاك هو عبارة عن ميموري بنخزن داخل الستاك من خلال عملية البوش، وبنستخرج من الستاك من خلال عملية البوب. آخر إشي بنخزنه داخل الستاك هو أول إشي ممكن إنه لما نعمل عملية بوب نستخرجه من الستاك. طب الأسمبلي أو الميموري كيف بده يعرف وين التوب أوف ذا ستاك، وين لازم يخزن، وين المكان اللي بالذاكرة اللي بده يخزنها؟ بالعادة في ريجستر، هذا الريجستر اسمه RSP. هذا الريجستر وظيفته إنه كأنه يأشر on the top of the stack، أو بلاش on the top، في المكان اللي بده يخزن فيه بالستاك. خلينا نعمل رن للبرنامج مرة تانية. عبارة عن ريجستر اسمه RSP. اوكي هذا المكان البستاك اللي بده يبلش يخزن فيه لما نعمل عملية بوش. هلا كل ما نعمل عملية بوش، بما انه بنحكي قاعدين عن اركيتكتشر 64، فعملية التخزين راح تكون عبارة عن 8 بايتس.
فكل مرة بخزن بغض النظر ايش اللي بخزنه راح يخزن 8 بايت. وبعدها الريجستر RSB راح يعمل عملية decrement، يعني كل ما نخزن راح يعمل عملية decrement، يعني زي كأنها البداية هي كأدرس هو أعلى إشي بكون في البداية، وكل ما نيجي نعمل عملية وش الأدرس راح يضله يقل. خلينا ننفذ الجملة اللي بعدها هي next i. هلا نشوف قيمة الريجستر RSB. اوكي لسه ما خزننا، هو وش عمل عملية movement لسه ما عملنا push. هلا خلينا نعمل عملية push. اوكي هلا نشوف قيمة الريجستر RSB قلت ب 8 بايتس، كانت اف 0 صارت اي 8. ننفذ الجملة اللي بعدها next i. هلا نشوف قيمة الريجستر RSP صارت قيمتها E 0 برضو قلت 8 بايتس. فكل مرة دي بنعمل عملية بوش اد بقلل 8 بايتس، بصير يأشر على المكان الجديد اللي بدنا نخزن فيه القيمة الجديدة اللي عملنا لها عملية بوش. هلا بنعمل عملية بوب، ايش اللي راح يصير؟ ال RSP راح يزيد ب 8، يعني زي كأنه حيتغير الادرس، بحيث انه خلص زي كأنه عملنا عملية بوب، عملنا عملية بوفر. هذا الجزء لو عملت عملية بوش راح يخزن مكان الجزء الاوريدي كنا مخزنين فيه قبل ما نعمل عملية البوب. نعمل عملية بوب، فكل اللي بيصير راح يتغير الادرس راح يرجع ل 6 8. نيجي نعمل كمان مرة عملية بوب next i، نشوف قيمة الريجستر رجعت ل f 0. فمن خلال هذا الريجستر يلي هو اسمه ال RSP وظيفته انه يصير يأشر على المكان اللي بدنا نخزن فيه لما نيجي نعمل عملية بوش، او زي كان بدنا نعتبره زي كأنه بيأشر على top of the stack. زي ما حكيت الستاك بيستخدمه كتير في عملية ال function call، لما نعمل عملية function بتتخزن بعض المعلومات داخل الستاك. خلينا ننفذ البرنامج مرة ثانية. اوكي هاي next i، عملنا عملية بوش، خلينا نشوف القيمة الموجودة داخل الستاك او داخل سوري الريجستر ال RSP. هذه هي القيمة، زي ما حكينا هذا عبارة عن memory address بيأشر عن المكان اللي اوريدي احنا بدنا نخزن فيه. لو اخذنا هذا الميموري ادرس وشفنا قديش القيمة الموجودة بداخله، ممكن يعمل اكسس للميموري من خلال هذا الامر اللي اقول له اكس، بعدين بحدد قديش بدي اعمل اكسس. مثلا بدي اعمل اكسس ل 8 بايت، من خلال جي بحدد 8 بايت وبس بدي 8، والاكس انه بالهكسا ديسيمال. فلاحظوا داخل الذاكرة موجود القيمة اللي احنا اوريدي خزناها اول اشي اللي هي عبارة عن الرقم 10. طيب نيجي نعمل next i، خزننا القيمة الثانية. هلا لو نلاحظ اللي داخل الذاكرة او قبل ما نشوف، خلينا نشوف الريجستر info register ال RSP قلت قيمته صارت عبارة عن e0. لما نشوف داخل الذاكرة من عند e0 مش e8 القيمة ظلت ما هي عبارة عن a. طيب خلينا نقول له هون e0 اللي هي عبارة عن الرقم 20 اللي هو 14 20 بالديسيمال. هلا ممكن اجي احكي له هون 2 فبعرض لي اياهم 2 اللي هو الرقم 14 وبعدين A. طب لما نيجي نعمل عملية بوب next i، اوكي خلينا نشوف القيمة الموجودة داخل الريجستر ال RSP عبارة عن F0. اوكي عملنا عملية بوب فصار اوكي عملنا عملية بوب، فالمفروض لما نعمل عملية بوب راح يزيد الريجستر يلي هو ال RSP. هنشوف القيمة الموجودة داخل الذاكرة، لاحظوا القيمة الموجودة داخل الذاكرة لو نشوف هون مثلا هي القيم ظلت زي ما هي نفس القيم موجودة.
بس ايش اللي عم بيصير؟ انه نفس الريجستر اللي هو الار اس بي عم بيزيد وعم بيقل. هلا لو عملنا بعد ما عملنا عملية طبع عملنا عملية بوش، فبهذه الحالة راح يخزن فور ايش القديم. فهي فعليا عملية البوب هو مش عم يعني اريد القيمة عم باخذها من داخل الستاك وبخزنها داخل ريجستر معين لما يعمل عملية بوب، بس القيمة ظلت موجودة داخل الذاكرة، ظلت موجودة داخل الستاك. بس هلا بطل عليها يعني بطل إن اكسس مباشر عليها لأنه قيمة الريجستر اختلفت. قللنا قيمة الريجستر أو زادت بثمانية لأن عملنا عملية بوب. هلا لو عملنا بعدها عملية بوش راح يخزن مكان القيمة اللي اوريدي كانت موجودة. يعني عشان تتوضح أكثر وأكثر الفكرة، افترضوا هون عملنا عملية بوش 20، بعدين عملنا عملية بوب، وبعدها هون رجعنا عملنا عملية بوش بقيمة 30. وننفذ البرنامج. دولار ساين مفروض. هاي بي 7 ان فور ريجستر ار اس بي. ما عملنا رن. اوكي ان فور ريجستر ار اس بي اف 0 نقول له هلا نكست اي. اوكي عمل عملية بوش فصارت دي اي او سوري اي 8، بعدها نكست اي نشوف القيمة الموجودة بالريجستر ار اس بي صارت عبارة عن دي او سوري اي 0. نشوف القيمة الموجودة داخل الذاكرة اي اكس 2 اكس بدنا 8 بايت، وداخل قيمة الريجستر اللي هي عبارة عن 14 و اي. نقول له هون نكست اي عمل عملية بوب. طب نشوف القيمة اللي داخل الذاكرة ظلت هي 14 و ايه. بس ايش اللي فرق لما عملنا عملية بوب؟ نيجي نشوف القيمة الموجودة داخل الريجستر ال ار اس بي اللي هي عبارة عن اي 8. هلا بنيجي نعمل عملية بوش مرة ثانية، عملنا عملية بوش هلا نشوف الموجود داخل الذاكرة اختلفت القيمة، فصارت عندي بدل ما هي 14 بالهكساديسيمال صارت عبارة عن 1E. ليش؟ لأنه عملنا عملية بوش خزن مكان القيمة القديمة. ليش؟ لأنه لما عملنا عملية بوب أول مرة الـ RSP صار يأشر على المكان اللي بدنا نخزن فيه اللي هي كانت فيها القيمة القديمة 1.4. لما عملنا عملية بوش خزن مكان القيمة القديمة. إذا كملخص، إذا فينا عمليتين أساسيات بالنسبة للستاك، فينا عملية بوش وفينا عملية بوب. عملية بوش بخزن داخل الستاك، عملية بوب بيسترجع إشي موجود داخل الستاك. بالعادة في عملية البوش بدنا نعطيه value ممكن أو نعطيه قيمة register، في عملية البوب بدنا نعطيه اللي هو register عشان الناتج راح يخزن إياه داخل register. عشان نقدر نتبع وين لازم نخزن او نقدر نعرف وين التوب اوف ذا ستاك عشان لما نعمل عملية بوش او بوب، بالعادة في ريجستر اسمه ال RSP. وظيفة ال RSP انه يأشر على المكان اللي بدنا، خلينا نحكي on the top of the stack، المكان اللي بدنا نخزن فيه القيم او المكان اللي بدنا نقرأ منه. كل ما نعمل عملية بوش راح يقل الادرس ب8، وكل ما نعمل عملية بوب راح يزيد الادرس ب8. ليش 8؟ نادين نحكي عن architecture يلي هو 64. هل بقدر اتحكم فيها خليه يزيد باربعة يزيد باثنين او يقل باربعة ويقل اثنين؟ لا، خلاص by default بما انه بستخدم architecture 64 فدائما راح يزيد، راح يضيف يلي هو 8 بايت. فدائما عبارة عن عملية الاضافة او الـ register RSP راح نعمل movement ب 8 بايتس.